لكن مامتك خلتنا منها من غير ما اخذ بالي. والله حقك علي، سامحيني ما عرفت شو حافظ عليك، بس وحياة كل حاجة حلوة ما عملتها لكيش لاخد لك حق. سامحيني اني ما قدرتش احافظ عليك، بس وحياة كل حاجة حلوة ما عملتها لكيش لاخد لك حقك. اللي عمل كده حجيب حجيبه وهياخد جزاء. وحياتك عارف اني لاقيك هنا؟ مين قالك؟ رحت لك البيت وما لقيتكش، قلت هيكون فين غير هنا؟ شفتي؟ انا عارفه الوضع اللي جواك عامل ازاي يا نادي، بس انت مالكش ذنب، ده قضاء ربنا. مش مصيرنا ولا مصير الناس اللي بنحبها. يعني كان في ايدك حاجة ما عملتهاش؟ أنا ما عملتش اللي عليا، ما عملتوش. فين لما خدت بالي إن ربنا إداني بنت جميلة كده؟ حمار، بابا حمار، قاعد أبني لك في بكرة وأجمع لك في الصاروخ. قيمتها ايه بقى الثروه دي دلوقتي؟ ارجع انتي وطز في 100 ثروه. انا ما استاهلهاش. عيش بس على نفسك. طول عمري هفضل عايش بذنبها. انا اللي قلت له هاتها يا مفيد، البنت وحشاني. هاتها يا مفيد، عايز اخدها في حضني. مش عارف انها تبقى اخر مرة، انها جاية عشان تموت. نديم انا حاسة بيك، ويمكن اكون اكتر واحدة حاسة بيك. ما فيهاش حاجة لما اطلع اللي جواك قدامي. مش هتيجي. ادي احنا بقى لنا 16 ساعة الا ربع قاعدين وما جاتش. شفت؟ معلش يا عم فهمي، كمل جميلك واستنى الربع ساعة دول كمان وقفلهم 16 ساعة على بعضهم، يمكن نلاقيها في خلقتنا دلوقتي. ده يا عم مش هتيجي. افهم يا عم، مش جاية صدقني. مش بص، هي عرفت ان احنا موجودين وقررت انها ما تجيش. انا فاهم. عارف ليه؟ يا عم قول لي ليه؟
عشان مش عاوزه تحل. يا مش عاوزه تحل. بنت اخويا انا عارفها كويس، هي عاوزه القضيه تفضل متعلقه في المحاكم كمان 7-8 سنين لغايه انا مزهق واتعب وحيلي يتهد، ساعتها بقى انفذ اللي هي عايزاه. بالعكس بقى، ده هي بتدور على الحل ومستعجله عليه اكتر منك. لا مش باين، مش باين يا حبيبي، مش مستعجله. عارف لو هي مستعجله زي ما انت بتقول كده كانت فطت نطت جت قعدت معانا عشان تحل، انما هي مش عايزه تحل. صدقني دي بنت اخويا انا عارفها كويس، مش هتحل يعني مش هتحل. يلا بس مين بقى اللي كسبان القضيه لحد دلوقتي؟ رد يا عم عشان نفسيتي تتريح. انت مش كده؟ ومين اللي جاي عرض الصلح؟ انت يا عم فهم. بس انت عم عن اذنك بقى ايه، استنى بس يا عم فهم، استنى بس واستهدى بالله كده واقعد وروق دمك. روق يا راجل. بقول لك مش هتيجي، مش حد... انت مش عاوز تفهم ليه؟ اقولها لك بالانجليزي not coming. اه طالما نوت كامنج يبقى مش هتيجي. خلاص فهمتني. طب بص بقى، صلي على النبي، اقعد بس. اقعد استهدى. قول لي كل طلباتك وانا بصفتي المحامي بتاعها هبلغها كل الطلبات واجيب لك الرد لحد عندك يا عم. اقول لك كل طلباتي؟ اه طيب ماشي، بس هتفتكر ولا انت من النوع اللي بينسى؟ ما تكتب احسن. اكتب. حاضر، ورقه وقلم واكتب. حاضر، قول لي طلباتك عم فهمي، تحت امرك. شوف يا سيدي، انا ماليش طلبات. ما لا ما تكتبش دي. مش هكتب. اه ما تكتبش دي. ما الورق وقلم وبتاع وفي الاخر ما فيش طلبات. لا يعني انا ده لسه الكلام بينا وبين بعض. اه ماشي. اه انا مؤاخذه، انا ماليش طلبات. هو طبعا انا ليا التلت في ميراث اخويا، ده شيء قانوني معروف. ايوه. بس انا برضو مش عاوزه. برضو ما تكتبش. ما تكتبش دي يا عم، احنا بنتفاهم الاول قبل الكتابه. التلت ده انا مش عاوزه، انا هتنازل عنه. هتتنازل؟ يا عم انت ادي القلم اهو، سيب الورقه والقلم. هتنازل عنه بس مش ليها. حلو. لمين؟ لاختها مريم. اه فاهمني؟ لاختها مريم. اه وكمان ايه؟ التوكيل اللي عاملاه لها مريم يتلغي، وده بقى يكون قدامي في حضوري وحضور المحامي بتاعي.